قسم العلاج الطبيعي الخاص بأمراض القلب والصدر. ايه ده؟ هو علاج طبيعي بتعالج أمراض القلب والصدر؟ سوربرايز. ايوه ان شاء الله في الفيديو ده هبدا اقول لك انت بتدرس ايه بالظبط، ايه اللي انت هتدرسه في هذا القسم، وايه الامراض اللي بنتعامل معاها مع القلب والصدر، وايه دورنا معاها بالظبط، الوسائل العلاجيه اللي بنستخدمها في العلاج، واكيد مجالات العمل في هذا القسم. ففيديو هيعجبك، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم ابطال عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. طبعا زي ما انتم عارفين واتكلمنا في فيديوهات سابقه، العلاج الطبيعي تخصصات، وسلسله الفيديوهات اللي انا بعملها دي انا بعرفك بتخصصات العلاج الطبيعي المختلفه، بقول لك الدراسه عباره عن ايه، بقول لك مجالات الشغل عامله ازاي، عشان لو انت طالب ثانويه عامه فتعرف انت هتختار تخصص العلاج الطبيعي ولا لا، ولا هو مناسب بالنسبه لك ولا لا، لو انت طالب علاج طبيعي بالفعل فخليك اعرف عن الاسم ده اكتر لو انت لسه في السنوات الاولى يعني ولسه ما درستوش. قسم العلاج الطبيعي لاضطرابات الجهاز الدوري التنفسي، هو ده الاسم بالظبط بتاع قسم العلاج الطبيعي لامراض القلب والصدر. الاسم دوت بندرسه في جامعه القاهره على سنه كامله، اللي هو تقريبا مكافئ لقسم البطنه في كليه الطب البشري، وبندرسه على راوندين يعني ترمين. الراوند الاول ده التشست وكارديو، بندرس فيه امراض الصدر وامراض القلب بشكل اساسي، والراوند الثاني بندرس فيه مشاكل البطنه بشكل عام من القلب، وبناخد بقى حاجات تخصصيه اكتر في القلب، هو هكلمكم عنها اكتر طبعا اكيد، وامراض البطن الثانيه زي مشاكل الكلى ومشاكل البنكرياس ومشاكل الكبد وغيرها. يلا بينا ناخد الراوند الاول بتاع التشست او امراض القلب والصدر، بنبدا ناخد فيها تشريح تفصيلي للقلب بشكل اللي انت خدت تشريح قبل كده في سنه اولى وثانيه، وخدت تشريح القلب بس بتاخده بقى بشكل اكبر، بتعرف اكتر في فسيولوجيا القلب والقلب بيشتغل ازاي والدوره الدمويه، فاكرين الحاجات بتاعت ابتدائي دي بتاعت الدوره الدمويه والدم بيروح من القلب للجسم وبيرجع من الجسم للقلب والشرايين والاورده والكلام ده، بتبدا تاخده بقى بشكل مستفيض. بناخد فحص القلب وازاي نعرف القلب دوت وضعه الطبيعي عامل ازاي، والقلب على الاشعه بيكون عامل ازاي، الطبيعي بتاعه ايه وغير الطبيعي بتاعه ايه، ايه الامراض اللي بتيجي في القلب بشكل كامل، مشاكل الصمامات، مشاكل عضله القلب نفسها، مشاكل كهربه القلب، هل القلب شغال بانتظام ولا لا، مشاكل الشرايين اللي بتدي القلب نفسها او الشرايين التاجيه، وهل فيهم تصلب، ولو فيهم تصلب دي بيعمل لنا مشاكل وايه دورنا معاهم. بتدرس دراسه تفصيليه عن القلب من الاخر وازاي تبدا تفحصه كمان. وعلى الناحيه الثانيه بندرس امراض الصدريه، بندرس تركيب الرئه والجهاز التنفسي كاملا، والاكسجين بيتحرك ازاي، ويعني ايه تشبع الاكسجين او الاكسجين ساتوريشن اللي هو كان في وقت كورونا دايما يقول لك ده الاكسجين بتاعه قل، ويعني ايه الكلام ده كله، ده كان بيدرس بشكل فسيولوجي تفصيلي في هذا الراوند. ده غير امراض الصدر الكتير قوي اللي بندرسها، التهاب رئوي، مشاكل زي السل، حاجات كتيره جدا وامراض كتيره جدا لا يمكنني حصرها دلوقتي. حساسيه الصدر مثلا او الازمه او الربو او المرض اللي بنسميه السي او بي دي او المشاكل اللي بتيجي للمدخنين دايما، وغيرها كتير قوي من الامراض. بندرس ازاي نبدا نفحص الرئه مثلا بحاجات زي البركاشن او بالشكل ده كده، بنبدا نعرف الرئه والله فيها افرازات جوه ولا ما فيهاش، بنبدا نشوف ونقيم حركات التنفس وحركه القفص الصدري بتاع المريض دوت، هل هو كويس ولا في مشاكل، بنقيس الضغط طبعا، وقياس الضغط دوت بنتعلمه من سنه اولى اصلا في الفسيولوجي بس بتبدا تركز عليه هنا تاني لان ده اساسي جدا طبعا في شغل القلب. بنستخدم السماعه او الستيثوسكوب عشان نبدا نسمع اصوات القلب او الهارت ساوندز، نسمع اللبدب او الصوت بتاع القلب اللي بنبدا نسمعه، وايه الصوت الطبيعي بتاع القلب، وايه الاصوات اللي مش طبيعيه، والاصوات اللي مش طبيعيه دي بناء على نوع الصوت ايه ممكن تكون المشكله، وبتفيدنا ازاي وتفرق معانا ازاي في التشخيص، وهكذا. برضو الرئه المفروض طبيعي، بنقعد نسمع بالسماعه الرئه بيكون ليها اصوات طبيعيه، المفروض بيكون ليها شكل طبيعي، طب لو في حاجه اسمها رونكاي او ويزز او اصوات غريبه جدا بتكون موجوده في الرئه دي بتشخص لنا مشاكل، ودي طبعا حاجات يفهمها الناس متخصصين اكتر، بس حبيت اديك فكره. بتاخد فحص كامل للقلب والرئه وازاي تبدا تتعامل معاهم. طب يا دكتور انت قلت لي الكلام ده بقى، ده انت معلم بقى، ده انت هتمسك السماعه مكاني، صح؟ مظبوط، هو فعلا احنا بندرس كتير قوي قوي في الحاجات دي. هيجي السؤال دلوقتي، طب يا دكتور انت دورك كدكتور علاج طبيعي ايه مع الحالات دي؟ هقول لك، وزي ما اتكلمنا في اسم العظام قبل كده، احنا برضو بنعمل التقييم او الاسسمنت اللي هو الكشف بتاعنا الخاص بالصدريه، اللي احنا درسنا كل الامراض وكل الحاجات اللي احنا قلناها اللي فاتت دي عشان نعرف اعراضه ونحدد المشاكل اللي موجوده، اللي هي قد تكون مثلا حركه الصدر مش كويسه، او الرئه ما بنستفدش منها باقصى استفاده ممكنه، وبنتنفس بالعضلات المساعده مش العضلات الاساسيه زي عضلات الحجاب الحاجز مثلا. الراجل دوت عنده مثلا مشاكل في الصمامات، فبالتالي عنده ارتجاع في الصمامات، فبالتالي الاورده اللي في رجله لو بصينا عليها هنلاقي فيها ضعف، ممكن يكون فيها مشاكل دوالي او حاجه او فاريكوس فينز، فاحنا ازاي نبدا نشتغل بالعضلات بتاعتنا ونقويها فتساعد القلب دوت على شغله، ده شغله برده بنبدا نشتغل عليه. ازاي نبدا نستخدم تمرينات التنفس اللي هي مهمه جدا جدا، سواء كان التنفس العميق او التنفس عن طريق الضلوع او التنفس عن طريق الصدر يعني بشكل اساسي، ازاي نبدا نريح العضلات المساعده في التنفس اللي بيكون متنشنه كتير جدا ممكن تاثر على العيان بالسلب وتخليه مش بيستفيد بالتنفس بتاعه ومش بيدخل كميه اكسجين كويسه لجسمه. بنبدا نستخدم بعض وسائل العلاج اليدوي زي البركاشن او الفايبريشن او البوسترال درينج بشكل عام، ودي تكنيكس او وسائل بنبدا نعملها عشان نخرج الافرازات الداخليه زي السكريشنز اللي هو البلغم باختصار جدا اللي موجود على الرئه. عايز اقول لكم يا جماعه البلغم ده في حد ذاته بيموت. انا لما قعدت فتره الامتياز بتاعتي في قسم 15 في القصر العيني في العنايه المركزه، يعني للاسف كنا بنشوف الناس بتموت بشكل يومي، يعني ده بيحصل
بيحصل قدامنا، ودي حاجه يعني لاصحاب القلوب القويه. يعني انت بتبقى شايف الشخص ده مات ليه؟ لانه مش عارف يدخل الاكسجين بتاعه للجسم كويس، فالاكسجين هو اللي بيدخل وهو مفتاح الحياه في الجسم في الاخر. فلو مفيش اكسجين فانت ممكن تموت، او بيبقى محطوط على جهاز تنفس صناعي، بس لحد امتى؟ هيجي عليه وقت ويفيل وللاسف يحصل الموت. فاحنا بيكون لنا دور كبير جدا في اخراج هذه السكريشنز او الافرازات الداخليه اللي هي كانت بتفرق جدا 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 مع مرضى كورونا مثلا. هتقول لي ايه ده كورونا انت ليكوا دور معاه؟ احنا بنشتغل مع حالات كورونا، بنشتغل مع حالات الحساسيه والربو، مشاكل القلب كلها. احنا عندنا قسم كامل اسمه تاهيل القلب. مرضى القلب اللي بيقولنا بيكون عندهم تضخم في عضله القلب، عضلات القلب بيكون ضعيفه عندهم، بيكون في برنامج تاهيلي كامل مظبوط بالشعرايه، لان احنا دلوقتي بنمرن عضلات القلب مش بنمرن عضلات في الجسم عاديه. فبالتالي اللي بيظبطه ده لازم يكون دكتور وجامد قوي وبيشتغل في التخصص ده. انا مثلا شخصيا مش بشتغل في التخصص ده وما اقدرش اشتغل مع الحالات دي، ما اقدرش اخد هذه المجازفه. الناس اللي بتشتغل في وحدات الكاردياك ريهابليتيشن او تاهيل القلب بيشتغلوا فعلا في الحاجات دي، والموضوع بيكون حساس جدا ومهم جدا وفعال جدا. فارجع واقول لكم ان العلاج اليدوي ووسائل العلاج اليدوي دي بتستخدم في اخراج الافرازات مثلا في حالات كورونا. كورونا كان من ضمن المضاعفات اللي بتحصل لها بتعمل لنا التهاب رئوي، او بتعمل للمريض التهاب رئوي طبعا بناء على سنه وبناء على حاجات كتير قوي عنده ومشاكل تانية عنده ولا لا. من ضمن الوسائل ان الراجل دوت الاكسجين بتاعه بيبقى واقع جدا، فانا محتاج احسن الاكسجين بتاعه والا الراجل ده هيموت. وزي ما كان بيحصل للاسف تمرينات التنفس العميق، الحاجات اللي بنشتغل بيها مع المرضى، الافرازات. لو هو ما بيتنفسش كويس وعضلات التنفس بتاعته مش شغاله كويس والرئه مش شغاله بشكل جيد، هيبقى في افرازات على الرئه. الافرازات دي بالظبط بتعمل في الرئه زي ما تكون انت جاي تاخد مثلا نفسك سد مناخيرك كده او ضيق مناخيرك، هي بالظبط كده. السكريشنز دي بتبدا تترص في الرئه، فبدل ما الرئه بتطلع وتنزل براحه كده، لا اكن في حد ضغط عليها، حد قافل عليها كاتمها، كل ما تزيد اكتر لحد ما تقفلها خالص، فساعتها مفيش تنفس فالدنيا تبوظ. فكنا بنشتغل او الدكاتره طبعا اللي بيشتغل في هذا القسم بشكل اساسي مع الحالات في العنايه المركزه، حالات كورونا، وكانت حاجه لايف سيفنج، كان فعلا بينقذ حياه ناس بشهاده الدكاتره بتوع العنايه المركزه، مش بشهادتنا احنا، شهاده المرضى طبعا قبل كل ده. وده ياخدنا للنقطه المهمه جدا، ايه وظايف العمل الناس اللي بتشتغل في هذا القسم، ايه وظايفهم؟ الحق يقال القسم دوت مش منتشر كتير قوي في مصر الا بعد كورونا، يعني بعد كورونا وبعد اللي حصل ده كله، ده شيء لفت الانتباه لهذا القسم جامد جدا، عشان فعلا ادركوا ان ده حاجه بتحصل وجائحه والناس كلها بتموت فالدنيا لازم تلحقها. انما قبل كده يمكن فترتي انا مثلا لما كنت في الكليه ما كانش لسه كورونا حصلت، يعني الاسم كان تقريبا ما فيهوش ناس كتير قوي بتشتغل في مصر الا في حتت معينه معروفه بالاسم. دلوقتي هتلاقي اي مستشفى عزل فيها دكتور علاج طبيعي شغال في العنايه المركزه مع الحالات اللي بتاعت الكورونا، مشاكل التهاب الرئوي، اي مشاكل خاصه بالجهاز الدوري التنفسي دكتور علاج طبيعي بيشتغل معاهم. وطبعا ده بيكون في المستشفيات اكتر منه العيادات، لان الكلام ده بيحتاج مرضى دايما على ميكانيكال فنتليتور او جهاز تنفس صناعي او عنايه مركزه بشكل اساسي. ده غير طبعا الحاجه الثانيه وحدات تاهيل القلب او الكاردياك ريهابليتيشن، دي يمكن مش منتشر كتير قوي في مصر، يمكن واحده اتنين ثلاثه في البلد كلها، انا بتكلم على مصر، ممكن بره مش عارف السعوديه او في الخليج الدنيا عامله ازاي، بس بره في امريكا وفي الدول دي الكلام ده موجود بشكل كبير جدا. احنا عندنا اللي بيجي له قلب يا جماعه وبيجي له مشاكل في القلب، يعني فشل في القلب او مشاكل في القلب، خلاص بيكون للاسف في عداد الموتى وخلاص، حاول ما تعملش مجهود كتير، وده اللي بيتقال له كان مفيش حل. انما لا، الناس دي ممكن تؤهل، يعني طبعا الاعمار بيد الله، بس انا بتكلم ان هو ده بيأهل عضلات القلب كويس. اعتبر ان انت عندك عضله ضعيفه، فالعضله دي بتفضل تضعف تضعف تضعف، طب لو انت قويتها ما هتقوى، نفس الفكره برضو تنطبق على عضله القلب. فدي كانت مجالات العمل، وده اسم ممتع جدا واسم تقيل الحقيقه، يعني مش اسم سهل، محتاج دراسه بطنه كتير قوي في السيولوجي، والناس اللي بتشتغل فيه فعلا قليلين، ولازم يكونوا على مستوى سكيل وتدريب معين عشان يعرفوا يشتغلوا في حاجه زي كده. بس ده كان قسم القلب والصدر للعلاج الطبيعي، اتمنى تكون عرفتوا عنه. اتمنى لو انت طالب علاج طبيعي تكون عرفت الاسم دوت وقد ايه هو مهم وبيفيد في علاج حالات كتير قوي. لو عجبك الفيديو اكيد تشيره ووريه زمايلك الصغيرين اللي هم طلبه ثانويه عامه اللي انا بعمل لهم الفيديو ده بشكل اساسي، عشان تعرف اكتر عن اقسام العلاج الطبيعي وتشوف وتحدد هل ده التخصص المناسب بالنسبه لك ولا لا. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.